انا بغيت اليوم السيد الوزير نقوي ذاك البعد الاستراتيجي والرؤيه ديال الوزاره ديالكم في المحافظه على التراث الثقافي والعمراني والتثمين ديالو. ما بغيناش ذاك الشيء اللي وقع في حال رؤيه 2014-2020 اللي لحد الساعه ما دار فيها حتى شي حاجه. يعني بغينا اليوم رؤيه استراتيجيه واضحه في هذا الموضوع. بغينا نتملكوا انماط تدبيريه عصريه في هذا الموضوع في التثمين ديال المورود الثقافي والعمراني. كنعرفوا اليوم الصناعه الثقافيه واللي معتمده عندنا في البرنامج الحكومي، نعم بغينا النجاعه ديالها والمردوديه. واليوم كتعرفوا واحد العدد ديال دول اقتصاديه كبرى او دول صاعده اللي اعتمدت الصناعه الثقافيه واللي هي الصناعه الاكثر نموا بين الصناعات. اليوم سيدي الاشاره سيد الوزير، اليوم المعامله ديال السياحه القسم الكبير ديالو مجي بفضل الثقافة. واليوم ما كرهناش ماشي وضرورة استحضار البعد الأكاديمي للانخراط في إعداد رؤية لتعزيز الهوية الوطنية اللي مشار إليها في الدستور. وبغينا طبعا يكون هذا الشيء كله مستوفي للشروط في ظل الواجب حتى نحدوا المفهوم والمفاهيم باش نقدروا نتمنوا المورد الثقافي ديالنا ونجعلوه يوفي يعني جاذب، عنصر جاذب للاقتصاد ديالنا ويكون كيدير شكرا سي نعيم.